أنا اسمي مريم أسعد حمادة. صرنا متهجرين من ضيقتنا شي 20 يوم من كثر الضرب والقصف علينا. جينا أهل مخيم الله يجزيهم الخير، قعدونا في خيمة ما يئنا بس باركين فيها، سترنا حولنا فيها. وأنا ابني استشهد وجوزي ميت وأنا وهالطفل باركين. ابني استشهد في ماشي في هالطريق، سيارة مفخخة تفجرت حوله واستشهد، وعنده طفل أنا مربيته. باركي فيها الخيمة، العالم عم تتحنن علينا، مين من هاي بيتحنن علينا بربطة خبز بأكلي في شيء، لا في مدخول ولا في شيء، وما لنا غير الله. ما بنعرف بأي لحظة صاحبين الخيمة بيطلبوا الخيمة وبيطلعونا من نصفي بالشارع.